فيديو جديد وجديد دايما شديد. تعالوا اقول لك على الفيديو. ما تستلمش شقتك من الشركه او المكتب على المحاره، بيكون فيها عيوب كتير. استلمها على الطوب الاحمر وهات الصنايعي اللي انت واثق فيه وخليه يعملها لك. خد بالك من صرف التكييف، لازم وانت بتاسس الصرف والتغذيه انك تعمل حساب صرف التكييف، ما تسيبش الدنيا سداح مدح كده. يا ابو العمر عامل ايه؟ كله في صالون غسيل. ما تنساش تعمل عزل الرطوبه في الحمام وفي المطبخ، سواء كان بوتامين سائل او الواح، عشان المايه ما تسرحش عندك في الحيطه او سقف الجار اللي تحتك. لو انت ساكن في الدور الاخير لازم تعمل عزل حراري، ده هيوفر معاك في فاتوره الكهرباء عشان استخدامك كتير للتكييف والمراوح. لازم تختار الاول قاعده الحمام والبانيو وخلاط الدش قبل مرحله السيراميك، عشان لو هتعملهم دفء كل ده بيتعمل في مرحله المباني والمحاره. وانت بتستلم تشطيب الارضيات في الحمام اتاكد ان ميول الارضيه رايح ناحيه البيبه عشان المايه ما تتجمعش وتسبب لك اذى.